احد الاكتويتورز الموجودين عندنا في جهاز الفنتليتور هي الاير بلور. الاير بلور هو في بعض الاحيان الهواء اللي داخل هو الكومبريسد اير المفروض يكون داخل عند 4.1 بار من الميديكال جاس سبلاي ما بيكونش موجود. الكلام ده بيبقى مثلا في حاله لما يكون في مشكله في الميديكال جاس سبلاي او في مثلا استعمال الفنتليتور ده في غرفه مثلا خارج الجزء اللي فيه الميديكال جاس سبلاي او في ميك شيفت هوسبيتال وات ايفر، بيبقى عندنا الاكسجين جاي من اسطوانه ويبقى عندنا الاير لازم يبقى جاي لنا compressed 4.1 بار بطريق اخر. فالحقيقه بنستعمل اير بلور عشان يعمل لنا الكلام ده. الموست كومن تكنولوجي في الاير بلورز بتستعمل في الميكانيكال فنتليتورز هي من النوع اللي بنسميه سنتريفيوجال بلورز. اوكي، فهي بيسكلي الفكره فيها ان هي يعني بيسكلي بيبقى عندي في حاجه زي مثلا ريش هنا موجود عندي في البلور دوت، وبيسك الهواء بيدخل عندي من طريق، بيدخل عندي مثلا هنا من النص كده وابتدي بعد كده يلف مع الحركه بتاعه الريش الموجوده عندي دي، بتبقى في موتور طبعا بيتحكم فيها وبتطلع لي بعد كده يعني بيسكلي عن طريق السنتريفيوال فورس من اوتلت معين. فبالتالي بيبقى عندي انبوت انلت بيبقى موجوده هنا في النص وبيبقى في اوتلت بعد كده بيبقى عباره عن حاجه سايد تيوب كده بالشكل ده، وده مثال ليها شكلها بيبقى عامل كده. فبيسكلي زي ما احنا شايفين كده بيبقى الهواء داخل من هنا وطالع من هنا. الحقيقه الميزه بتاعت السنتريفيوجال بلورز او التكنولوجي دي بالذات ان هي نقدر نمنتين كونتينوال جاس ترانسفير، يعني بيسكلي يبقى الهواء اللي طالع يبقى طالع بشكل كونتينوس زي الميديكال جاس سبلاي بالظبط، وفي نفس الوقت نقدر كرييت هاي بريشر فروم سمول فوليومز اوف اير. يعني بيسكلي اقدر اطلع مش محتاج كميه كبيره من الهواء الانبوت عشان اعلي البريشر في الاوتبوت. طبعا الحاجه الاساسيه اللي فيها الميزه الاساسيه اللي لازم تكون موجوده في الاير بلور اللي يستعمل في الميكانيكال فنتليتورز ان هو يكون سبيد كنترولبل، اقدر اتحكم في السبيد بتاعته عشان اقدر اتحكم في البريشر ده عشان يطلع بالشكل اللي انا عايزه، ولازم يبقى سايلنت اوبريشن، يعني لازم يبقى الاوبريشن نفسه ما يعملش صوت عالي عشان طبعا ده هيبقى بيت سايد جنب المريض، فما ينفعش ان انا احط حاجه يبقى صوتها عالي. يعني في بعض الديزاينز اللي شفتها الحقيقه كان بعض الناس بتقترح ان احنا نستعمل مثلا البلور بتاع الاطار السياره مثلا، طبعا اللي هو التاير انفليتر ده بيبقى صوته عالي جدا، ما ينفعش يعني كتكنيك ما ينفعش عشان يعني ما هواش مناسب للاستعمال في الميكانيكال فنتليترز. فعامة السنتريفيوجال بلورز دول بيبقوا يعني حقيقة منتشرين، والحقيقة استعمالهم حقيقة يعني فعلا فيري افكتيف، ويعني وبيغنينا ان احنا يبقى في عندنا يعني كومبريسد اير سبلاي للميكانيكال فنتليتور. حتى بعض الاجهزه اللي هي مستعمله في الاي سي يو ستيل بتستعمل برضه السنتريفيوجال بلورز بدل الكومبريسد اير.